قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقوله تعالى للمشركين: المشركون هنا يدخل فيها كل من كفر بالله عز وجل. واستفيد من قوله للمشركين، استفيد منه عن طريق المفهوم أنه يجوز أن يدعى للمسلم ولو عمل من العظائم ما عمل ما لم يعمل كفرا يخرجه عن ملة الإسلام. ومن ثم فإنه يدعى لكل مسلم سواء كان تقيا أم كان عاصيا، حتى ولو أتى بعظائم الذنوب ما لم يأتي بذنب مكفر فإنه يدخل تحت حكم المشركين لأنه مشرك. ولذا لو توفي إنسان نعلم أن عليه ذنوبا كثيرة فيجوز أن يدعى له، ولذا يصلى على كل مسلم سواء كان برا أم فاجرا، والصلاة عليه في ضمنها دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.